في هذا العدد نتابع حدث مناقشة إشكالية الماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. أما فقرة ثلاث أسئلة إلى فنفض من خلالها أوجه التكامل بين الغرفة الأولى والثانية بالبرلمان، وما هي أسباب ضعف مقترحات القوانين. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بحدث هذه الحلقة والذي يتابع معكم تفاصيل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. هذه الجلسة تابعت موضوعا يتعلق بإشكالية الماء، كيف يمكن تشخيص الوضع حاليا، وماذا عن المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر. نتابع هذا التقرير. مشروع الربط المائي البيني من الأحواض الشمالية إلى الجنوبية سيمكن من الحد من ضياع المياه إلى البحر، فرغم سنوات الجفاف المتتالية تم ضياع ملياري متر مكعب من الماء. هذا ما عبر عنه الوزير محمد بن عبد الجليل خلال مناقشة تدبير مشكل الماء. اليوم الحكومة لإعادة يعني تأهيل منظومة يعني التحتية كلها ديال تدبير المياه، منها خصوصا ربط الأحواض بينتها يعني حوض السبو مع بورقراق، وأيضا مجموعة مشاريع اللي كتقوم بها وزارة التجهيز بين قبيل تحلية ماء البحر على مستوى مجموعة ديال المحطات بالمغرب، وأيضا التدبير المائي للمياه الجوفية بمجموعة من الأقاليم. هناك أيضا مجهود على مستوى يعني البنية التحتية المرتبطة بقنوات يعني تجميع المياه بالنسبة للعالم القروي. وكانت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قد عرفت مناقشة الموضوع يتعلق بمستوى تقدم الأشغال للربط المائي بين الأحواض، خاصة مع توالي سنوات الجفاف وبداية نظرة المياه بعدة مناطق. هناك أزمة خانقة للماء، تحيط المياه فقط في منطقة أو منطقتين، خاص بك أنا توسع تعمم إلى مجموعة من مناطق المغرب على الأقل باش تقلص هذا الهو اللي كاين وهذه الأزمة اللي كاين للماء. كتعرفوا جميعنا المغرب في السنوات الأخيرة مر بأزمة لوستريس هيدريك اللي هو واحد النقص من 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 تساقط الأمطار، ولقات أصلا يعني الفرشة المائية يعني هبطت إلى مستويات قياسية. بالتالي فالدولة مطالبة باش تبذل مجهودات كبيرة على الأقل، الحل اللي هو ناجع هو تحلية المياه. نواب المعارضة عبروا عن احتجاجهم بسبب غياب وزير الماء والتجهيز عن هذه الجلسة التي تهم قطاعا في وقت تكلف وزير النقل بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالماء. عدم حضور الوزير اليوم كيبين بان الوزارة غير مهتمة، يعني باش انا تجيب لي وزير اخر يجاوبني على اسئلة ويقرا عليا غير تشخيص الواقع ويعطيني ارقام كانت في الماضي، فهذا يعني هذا في حد ذاته راه استهتار لاهمية الموضوع. اليوم اشكالية مطروحة، حتى ان الماء اليوم هو السبب الرئيسي للاحتقان الاجتماعي، الناس خرجوا في الشواخ، خرجوا في طنطان، خرجوا في قلميم، خرجوا في زاكورة، يعني الناس كيطالبوا باش بحقهم في الماء. عندنا موقع جغرافي، عندنا البحر المتوسط، عندنا المحيط الأطلسي، ولكن الوزارة مازال ما عندهاش واحد الرؤية حقيقية باش أنها فعلا تدير حلول اللي تكون قابلة تنزع على أرض الواقع، وهذه الحلول باش أنها تحل أزمة العرق، أزمة الماء في بلادنا. وعن تزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب وتخفيف الضغط على حوض أم الربيع، قال الوزير أنه سيتم الرفع من التزويد انطلاقا من حوض أبي رقراق عبر إنجاز قناة للربط بين نظامي التزويد بالماء الشروب لشمال وجنوب الدار البيضاء الكبرى. كيف يمكن تقييم عمل الغرفتين الأولى والثانية بالبرلمان، وما مستوى التكامل بينهما؟ ماذا عن دستور عام 2011 والصلاحيات التي منحها للبرلمان من أجل ممارسة مهامه؟ ولماذا هذا الضعف على مستوى إنتاج القوانين بالبرلمان، خاصة فيما يتعلق بمقترحات القوانين؟ أجوب عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى. السؤال الأول موجه إلى السيد رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ما هي فعالية تواجد غرفتين بالبرلمان؟ بطبيعة الحال خلال هذه التجربة منذ إنشاء المسألة ديال الغرفة الأولى والغرفة التالية
تقييمنا الخاص بفرق التقدم الشركية بأن الغرفة الثانية في بعض الأحيان أصبحت تعرقل العمل البرلماني، عوض أن تكون مشجعة وتكون يعني قيمة مضافة أصبحت تعرقل، بحيث كاين بعض القوانين اليوم اللي هي حبيسة الرفوف داخل مجلس المستشارين، واللي مجلس النواب يعني دار فيها واحد المجهود اللي هو كبير وكيبقى حبيس هذه الغرفة. المسألة الثانية فيما يتعلق في بعض التعديلات داخل مجلس المستشارين، يعني كنلاحظوا بان داخل الاجتماع داخل الاشغال داخل اللجان داخل مجلس المستشارين يعني كيكون واحد البطء كبير، بحيث ان ما كاينش واحد التسريع من بعد القوانين اللي كيتم المصادقه عليها، كيبقى في مجلس المستشارين واحد المده. ولهذا انا في راينا الخاص اليوم اصبح يعني الغرفه الثانيه يعني ما بقاتش لا داعي باش تكون هذه الغرفه داخل البرلمان، من اجل يعني اولا الترشيد النفقات، ثانيا من اجل ترشيد كذلك الوقت بالنسبه لمشاريع قوانين ومقترحات قوانين اللي كتكون داخل المجلس. في بعض الاحيان كنلقى واحد التكرار اللي ما عنده حتى شي معنى، كنناقشوا حنا واحد الموضوع مثلا او لا انشاء لجنه موضوعاتيه، وفي نفس الشيء كتلقى لجنه موضوعاتيه في نفس الموضوع اللي ما كيبقى ما عندهاش واحد مصداقيه، خصوصا اننا كنتعاملوا مع حكومه واحده، جوج المجالس، وكل مره كيستدعيوا نفس الوزير، مجلس النواب عاوتاني كيستدعي نفس الوزير ونفس الهضره، يعني كاين مضيعه الوقت. ولهذا انا في نظرنا يجيبوا يعني اذا كان اعاده النظر في بعض المواد ديال الدستور، اعاده النظر في هذه الغرفه هذه. نفس السؤال موجه إلى السيد أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري. أكيد أنه عندما نتحدث اليوم على البرلمان سواء بصيغة نظام ذو الغرفة الواحدة أو بصيغة الثنائية المجلسية، فهذا أولا يعتبر توجه دستوري ويعتبر قرار سياسي. إذا عدنا لبعض التجارب المقارنة، مثلا سنجد أن العديد من الدول تبنت نظام الغرفة الواحدة، مثل الصين، مثل اليابان، مثل اليونان، مثل العراق، لبنان، ثم أيضا بالموازاة مع ذلك هناك دول التي تبنت ما يعرف بالثنائية المجلسية، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا. طبعا أن المغرب منذ ما عرف ببناء الدولة الوطنية في الدستور الأول لسنة 1962 تبنى نظام الثنائية المجلسية، مجلس النواب في مواجهة مجلس المستشارين. في دستور 1970 ألغي نظام المجلسين وأصبحنا أمام غرفة واحدة اللي هي غرفة مجلس النواب في دستور 70 وفي دستور 72 وفي دستور 92. وفي إطار تحضير لحكومة التناوب المشرع عاد إلى نظام المجلسين، مجلس النواب مجلس المستشارين. ولكن هنا لابد أن نقف عند محطة دستور 2011. محطة دستور 2011 بارزت أطروحتين، هناك أطروحة تدافع على استمرار نظام المجلسين، وأطروحة ثانية تحاول أن تلغي هذا النظام في إطار غرفة واحدة. ولكن ما ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق هو الخطاب الملكي السامي ل 17 يونيو 2011. في هذا الخطاب الملكي السامي جلالة الملك يقول بالحرف الواحد: لقد قررنا بناء على صلاحيتنا التحكيمية الإبقاء على تمثيلية مناسبة للنقابات المهنية في إطار الغرفة الثانية، طبعا بعد تلقي آنذاك اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مذكرات ديال المركزيات النقابية وكذلك مذكرات ديال بعض الأحزاب السياسية التي تدافع على تبني نظام الغرفتين. طبعا هناك خطب ملكية متواترة منذ الخطب الملكية ديال الراحل الحسن الثاني التي كانت تدعو المجلسين إلى الانسجام وإلى التكامل، وهذا ما كرسه دستور 2011 وما حاول النظام الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يقره. لكن على المستوى اليوم الممارسة وتقريبا منذ 2011 إلى حدود 2023 نحتاج أيضا إلى إعادة هذا القرار السياسي على ضوء الإشكاليات وعلى ضوء المشاكل. طبعا نحن في المغرب نظام المجلسين غير متكافئ وغير متوازن لصالح مجلس النواب بناء على قواعد دستورية. اليوم المشرع الدستوري كيعطي لمجلس النواب كأصل عام حق إيداع أو الإيداع لدى مجلس النواب فيما يتعلق بمشاريع القوانين ومقترحات القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين التنظيمية كأصل عام. أيضا المشرع كيعطي واحد القاعدة ديال البت النهائي لمجلس النواب كأصل عام. المشرع أيضا كيعطي إيداع مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب، وأيضا أن المشرع كيعطي واحد القاعدة ديال الأسبقية فيما يتعلق بمراسم القوانين. ثم ايضا اذا عدنا الى الاجتماعات المشتركه اللي كتكون ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين دائما يراسها مجلس النواب،
وايضا هناك صلاحيات حصريه وقويه لصالح مجلس النواب. مجلس النواب هو الذي يصوت على البرنامج الحكومي، مجلس النواب هو الذي ينصب الحكومه، مجلس النواب هو اللي عنده حق يقدم ملتمس الرقابه، مجلس النواب هو الذي عنده حق يقدم سحب ثقه. بمعنى هنا مشرع واخا حافظ على نظام مجلسيه ثنائيه، ولكن يحاول ان يعطي الاولويه لمجلس النواب، وبالتالي انا من وجهه نظري المتواضعه ينبغي اعاده النظر في هذا النظام ديال المجلسين، لانه ما كيعطيناش هذيك الخصوصيه ديال الغرفه الثانيه. اذا مشينا للنماذج المقارنه كنلقاو جميع الدول العالم كاينه واحد جوج قواعد، القاعده الاولى هو ان الغرفه الاولى تنتخب بشكل مباشر، الغرفه الثانيه على حسب خصوصيه كل دوله، اما التعيين اما انتخاب غير مباشر، ولكن كتعطينا واحد الاستفاده من واحد الفئه معينه. اليوم مجلس المستشارين هذه التمثيليه ديال الجامعات الترابيه وديال المركزيات النقابيه ما كنلقاوش البصمه ديالها على مستوى التشريع وعلى مستوى الرقابه. بمعنى ما كايناش هذيك التمثيليه ديال 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 التخصص وديال الفئويه اللي كنستافدوا من الفعاليه ديال. لذلك اليوم خصنا واحد النقاش عمومي، وانا اعتقد انه في اطار الاصلاح الدستوري القادم ستكون او سيكون نقاش ديال تبني نظام الغرفه الواحده من ابرز النقاط التي ستهيمن على اي اصلاح دستوري قادم. السؤال الثاني، هل منح دستور عام 2011 للبرلمان كل آليات الاشتغال؟ لا، هو على المستوى الوثيقة الدستورية يعني تعطات مقارنة مع الوثائق السابقة الدستور، يعني أعطت هامش كبير بالنسبة لاشتغال البرلمان، ولكن مازال كنطمحوا يعني لإعطاء البرلمان يعني صلاحيات أخرى أقوى. مثلا نعطيك مثال، مثلا وزير اليوم ما كيلبيش أنا البرلمان، هو من يراقب الحكومة. وزير عندما يرفض يعني لقاء داخل واحد اللجنة من أجل دراسة واحد الموضوع، شنو هي الآلية اللي يقدر البرلمان يراقب بها الحكومة؟ ما عندناش آلية. حنا كنقترحوا تضاف آليات أخرى، يمكن نمشيو حتى الإقالة ديال واحد الوزير، يطلب البرلمان إقالة ديال واحد الوزير لعدم تفاعله مع هذه المؤسسة البرلمانية. على المستوى حقوق ديال المعارضة، فعلا الدستور عطى واحد الباب كامل للمعارضة اللي في مقترحات قوانين، في مراقبة ديال الحكومة، لكن مع الأسف التطبيق ديالو في الواقع هذا الشيء كيبقى يعني مجرد يعني حبر على ورق، بحيث ان في مقترحات قوانين اللي انتم كتشوفوا اكثر من 245 قانون اللي ما كندوزوش في الدوره تاع مقترح قانون او جوج، مع العلم ان الدستور كيعطي مقترح قانون كل شهر، ولكن في التنزيل ديالو او لا في مقاربه مع الحكومه والشغال ديالها لما كتستجبش، رغم احنا ما كنقولولهاش توافقي ولا ترفضي، ولكن تبع المسطره ديال مقترح قانون بحالها بحال مشروع قانون. اشكرك استاذي الفاضل على هذا السؤال الدقيق. طبعا علاقة البرلمان بتفعيل او تنزيل دستور 2011 كتحكمها واحد ثلاثة ديال النقاط الأساسية. كيحكمها أولا الحدود والمساحات الدستورية التي أعطاها الدستور للبرلمان، وأنه دستور 2011 رغم أنه دعم البرلمان على مستوى الجانب التشريعي والرقابي، ولكن رغم ذلك ما زال دستور 2011 ينتمي إلى الدساتير التي تقيد البرلمان في إطار واحد الفلسفة دستورية معروفة اللي هي فلسفة العقلانة البرلمانية. بمعنى أن البرلمان عنده حدود مرسومة في الدستور وفي النظام الداخلي متعلقة بالاختصاصات اللي عنده، إما الأسئلة الشفهية، الأسئلة الكتابية اللجنية لتقصي الحقائق أو في إطار التشريع. النقطة الثانية أيضا، عمل البرلمان محكوم أيضا بسياق وبالنفس ديال المشهد السياسي وديال الأحزاب السياسية. ما يمكنش يكون برلمان قوي بدون احزاب سياسيه، بدون مجتمع مدني قوي، بدون سياق ديمقراطي قوي. والنقطه الثالثه اللي مهمه ايضا وهو النخب، لان هذه النخب او البروفايلات البرلمانيه هي التي تفعل هذه النصوص وهي التي تجتهد. اليوم ما زلنا في حاجه الى نخب قادره على الابداع وقادره على الاجتهاد، نخب التي تطور فصول الدستور وفقا لفلسفه المشرع، نخب التي تنفتح اكثر، ونخب التي تنبني على واحد الفلسفه ديال القرب. طبعا كاين واحد المساله ايجابيه خصنا نركزوا عليها وهي مساله ديال التواصل. اذا عدنا اليوم الى الموقع الالكتروني لمجلسي البرلمان سواء مجلس النواب مجلس المستشارين كنلقاو انه كيستجيب للانظمه العالميه فيما يتعلق بالانفتاح وبالشفافيه، هناك جميع المشاريع معروضه في الموقع، هناك الاحصائيات، هناك الاسئله، ولكن هذه الاختصاصات كلها ديال مجلس النواب ولا مجلس المستشارين ما خرجتش من العمل الروتيني. المواطن المغربي يشاهد الاسئله الكتابيه والشفهيه اسبوعيا، الحكومه تجيب بشكل عام، وبالتالي الاثار ديال المطالب المجتمعيه ولا الاثار ديال الانشغالات ديال المواطنين كتبقى محدود على مستوى العمل البرلماني.
السؤال الثالث، لماذا هذا الضعف المستمر في تمرير وتشريع مقترحات القوانين؟ لا أنا في نظري هاد يعني المسألة دي التعامل مع مقترحات قوانين كيرجع لجوج أسباب رئيسية. كاين مقترحات قوانين اللي صراحة كاين واحد تخمة في مقترحات قوانين، يعني ما كاينش واحد الجودة، وهادشي راجع لنا حنا كفرق. كاين مقترحات قوانين اللي كتكون عندها طابع سياسي، كاين مقترحات قانون عندها طابع تقني، وكاين مقترحات قانون بطبيعة اللي عندها علاقة مع الميزانية أو لا توازنات ديال الميزانية. حنا اليوم الحكومة شنو المطلوب منها؟ أننا ملي كيتطرح واحد الفريق محترم مقترح قانون، تجي الحكومة تناقشوا معنا كما كنحضروا لها في مناقشة مشروع قانون، تجي تناقشوا معنا. وأنا ذاك البرلمان سيد، البرلمان هو المؤسسة التشريعية ماشي الحكومة، والبرلمان يقول كلمته، إلا بغى يرفض القانون راه غادي يترفض، وإلا بغى يقبله راه غادي يتقبل، والحكومة ولا الوزارة ما عليها إلا باش تقبل يعني التصويت على واحد المقترح قانون اللي ربما بعض المقترحات قوانين كما قلت لي ما فيها ما فيها لا تكلفة مالية ولا تكلفة يعني ولا خلق يعني خلل في التوازن المالية، ويكون أمورها اللي كتحل بعض الإشكالات في المواطنين. الحكومة اليوم ولينا كنتوصلوا بواحد الرسالة، مقترح مرفوض أو مقبول، هادشي اللي ولينا كنتوصلوا. ملي كنعقدوا اللجنة باش تجي الحكومة تعطينا رأيها من خلال تقديم المقترح ديال وضع المقترح، ما كيجيش الحكومة، ولهذا كنوليو كنناقشوا بيناتنا كنواب فقط، والحكومة في الأخر الأغلبية ستنضبط إلى قرار الحكومة ويتم الرفض، وما كنستافدوش يعني هذاك الرفض شنو هو التبرير ديالو، شنو هو التعليل ديالو، باش يمكننا حتى ذاك المواطن ولا الفئة المستهدفة من ذاك المقترح قانون ما يمكننا ما عندناش باش نديروا نقرعوه. ولهذا اليوم السيد رئيس مجلس النواب مشكور خدا مبادرة وجلس مع رؤساء اللجان على اساس تفعيل يعني النظام الداخلي وتطبيق المسطره من الاول حتى الاخر ديال المقترحات قوانين. فيما يتعلق بالمبادره التشريعيه، اعتقد انه قياسا بالنماذج المقارنه انه هذه المبادره التشريعيه ضعيفه في اغلب النماذج، ولكن في المغرب تحولت الى ظاهره مرضيه، لانه اذا عدنا للغه الارقام نحن اليوم بصدد ولايتين برلمانيتين، ومن 2021 إلى 2023 تقريبا نصف الولاية الثالثة، لكن أصبحت المبادرة التشريعية على سبيل الاستثناء. هذا مرتبط أولا بعدم تفعيل مقتضيات الدستور، وسبق وأن قلناها دائما أنه المشرع يفرض على الحكومة أن تخصص جلسة شهرية لتحديد موقفها من مقترحات القوانين، وخاصة المقترحات التي تتقدم بها المعارضة. ثم أيضا هناك غياب توازن على مستوى السلطة التي أعطاها المشرع للحكومة في إطار تحديد جدول الأعمال، ودائما أن الحكومة فهي تعطي الأولوية لمشاريع القوانين التي قدمتها. ثم المسألة الثالثة اللي هي مهمة، هو أن الأغلبية البرلمانية اليوم في إطار هذه الولاية في علاقتها مع الحكومة تحولت إلى أغلبية برلمانية داعمة بشكل لا مشروط للحكومة، والحال أنه حتى الأغلبية البرلمانية ينبغي أن تقدم مقترحات قوانين مما يعكس استقلالية البرلمان على الحكومة. وهذا أيضا مرتبط بشق آخر اللي هو التكوين ودعم القدرات والتدريب، لأنه حتى بعض المقترحات القوانين اللي تتقدم بها بعض الفرق فهي مقترحات القوانين اللي هي لا أقول ضعيفة وإنما محتشمة، وتحتاج إلى إدارة برلمانية قوية لكي تعكس صورة المجتمع. والآن نفتح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. سيد الوزير، تبرم المصالح المختصة بوزارتكم العديد من الصفقات مع شركات خاصة من أجل توفير مجموعة من الخدمات كالحراسة والنظافة والطبخ على الصعيدين المركزي والجهوي وفق مقتضيات القانون والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفق دفاتر التحملات الخاصة. الملاحظ أن جل هذه الشركات لا تلتزم باحترام مقتضيات القانون المتعلقة بمدونة الشغل بالضمان الاجتماعي والتأمين، ومصالحكم هي المسؤولة عن انتقاء الشركات، مع الإشارة أن هذه العملية تشوبها مجموعة من الاختلالات تطبعها الزبوني والمحسوبية وتمرير صفقات على حساب حقوق المستخدمين. لذا نسألكم السيد الوزير أولا حول مدى التزام وزارتكم بحمل شركات المناولة التي تبرمون معها الصفقات على احترام كرامة مستخدميها وتمتيعهم بكافة الحقوق التي تكفلها لهم مدونة الشغل. ثانيا، ما هي الإجراءات المستعجلة التي تتخذونها في حالة فسخ العقد لتأمين استمرار الخدمات من جهة، ولضمان حقوق المستخدمين من جهة ثانية؟ ثالثا، ما هي الإجراءات التي تتخذونها بتنسيق مع مصالح مفتشة الشغل لضمان حقوق المستخدمين المكلفين بالحراسة والنظافة والطبخ ضمن استراتيجية الوزارة للرقي بالأوضاع الاجتماعية لمواردها البشرية؟ سيد الوزير لكم الكلمة، تفضلوا.
اولا لازم نشير بان في الحقيقه الوزاره تتلجا لهذا التدبير المفوض في مجال الحراسه ولا النظافه وذلك بابرام واحد العدد ديال الصفقات العموميه مع في من بين الاكاديميات وبين مع القطاع الخاص. وحنا هادشي تيندرج في واحد العمليه اللي هي كاينه في خارطه الطريق اللي تتاكد على ضروره توفير خدمات الحراسه والنظافه بالمؤسسات التعليميه، لان الا بغينا نجعلوها تكون فضاءات امنه وتتحفز على النجاح ديال العمليه التربويه، حنا هناك ضروره ديال توفير هاد الحراسه. هذا تيتم من خلال هاد التدبير المفوض، وتيتم ايضا بتعاون مع شركاء ومنهم الجامعات المحليه. حنا خلال هاد الموسم خلال في اطار الميزانيه ديال الوزاره تم تخصيص تقريبا واحد مليار و200 مليون درهم لهذا المرفق، وهذا بزياده ديال 43% بالنسبه الى قارناها مع السنه الماضيه. وهذا من طبيعه الحال احنا بغينا نرفعوا من عدد المؤسسات التعليميه اللي هي فيها هاد الخدمات ديال الحراسه وديال النظافه، وايضا باش ناخذوا بعين الاعتبار مخرجات ديال الحوار الاجتماعي الاخير بخصوص تطبيق الحد الادنى من الاجور. في الحقيقه كاين واحد الحرص على موائمه دفاتر تحملات صفقات الحراسه والنظافه مع التشريعات الحاليه، وهذا بتنسيق مع ايضا الوزاره المكلفه بمراقبه تطبيق هاد الاتفاقيات او هاد الخدمات. اما فيما يخص انا اللي يمكن ناكد بان احنا تنمشيو لهاد الوسيله لان عدد المناصب الشغل اللي تتفتح كل سنه عددها محدود وما كافيش باش نستجبوا للحاجيات من مدرسين ومؤثرين تربويين، ولهذا هناك ما عندناش احنا مناصب الشغل اللي يمكن نخصوها لهذه الفئه. وشكرا. وبهذا مشاهدينا ناتي الى نهايه هذا العدد من المجله، شكرا على وفاء المتابعه والى اللقاء في الحلقه القادمه باذن الله.